عماد رفعت يكذب على الشيعة بطريقة صريحة مباشرة بطريقة مضحكة جدا، والدليل العلمي إن شاء الله راح يكون بهذا الفيديو. كالعادة إحنا ما نكون أو ما نخرج بفيديو إلا يكون الرد علمي بحت. إذن عماد رفعت يقول محمد صابر: يا محمد صابر، هل تعلم أن الشيعة بماذا يعتقدون بالإمام المهدي؟ نعم، ماذا يعتقدون؟ يعتقدون بأنه نبي. لا حول ولا قوة إلا بالله. من الذي سبقكم من الشيعة والذي قال هذا القول؟ لنستمع كيف رد الباحث محمد زكريا على هذا الافتراء وعلى هذا الكذب بدليل علمي يبين أن أهل البيت عليهم السلام ينهون عن قول مثل هذا القول، بالإضافة إلى قول علمائنا بأن هذا الذي أو الذي يقول أن أهل البيت عليهم السلام هم أنبياء، ما هذا إلا كفر وزندق. إذا أخواني أخواتي نستمع إلى تمام الكلام، خليكم أنتم الحكم بكلام عماد رفعت وكذب على الشيعة وفي أمان الله. السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مع مجموعه الراصد لرصد الشبهات وردها. في هذه الحلقه تلك القناه الفاسده جاءت بكذبه انا عن نفسي اول مره اسمع لها. شنو هذه الكذبه؟ شوفوها معي. المهدي عندهم هو ايه؟ المهدي عندهم ما هو ابا نبي. المهدي عندهم هو ايه؟ المهدي عندهم ما هو ابا نبي. الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه عند الشيعة نبي، وهذه فريه. الامام الصادق عليه السلام عنده كلام جدا مهم في كتاب رجال الكشي صفحة 211. روى الكشي رحمه الله بسند صحيح عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا محمد، ابرأ ممن يزعم أن أرباب. قلت: برئ الله منه. فقال أي الإمام عليه السلام: أبرأ ممن زعم إن أنبياء. قلت: برئ الله منه. إذن هذه رواية صحيحة صريحة بأن الإمام عليه السلام يبرأ إلى الله من الذين يزعمون أنهم أنبياء عليهم السلام. كذلك العلامة المجلسي رضوان الله عليه له كلمة جدا مهمة في كتاب بحار الأنوار المجلد 13 صفحة 183، يقول رحمه الله: اعلم أن الغلو في النبي والأئمة عليهم السلام إنما يكون بالقول بألوهيتهم أو بكونهم شركاء لله تعالى في المعبودية أو في الخلق والرزق، أو أن الله تعالى حل فيهم أو اتحد بهم، أو أنهم يعلمون الغيب بغير وحي أو إلهام من الله تعالى، يعني تحت خط، أو بالقول في الأئمة عليهم السلام أنهم كانوا أنبياء، أو القول بتناسخ أرواح بعضهم إلى بعض إلى أن يقول: والقول بكل منها إلحاد وكفر وخروج عن الدين كما دلت عليه الأدلة العقلية والآيات والأخبار السالفة. إذن تبين لكل منصف وعاقل عقيدة الشيعة كما أثبتنا بالرواية وبكلام أحد أكبر علماء الشيعة، فلماذا الكذب هكذا جهارا نهارا على الناس؟